كل أبو الجزائم نحن للمجد هدى. ذكرى 19 من ماي 56 900 ألف، ذكرى تخلد يوما فيه ندد ضد القهر والاستغلال. حينها نادى الطلبة الجزائريون وبصوت واحد لا للاستعمار، نعم للحرية والاستقلال، والثورة تنادينا، كيف لا، وأن المستعمر الفرنسي تمادى في همجيته وعنصريته. الطلبة حينها أدركوا مسؤوليتهم تجاه وطنهم ولم يتوانوا للحظة في تلبية نداء الجزائر. وطلبة اليوم يستذكرون الحدث بكل تفاصيله، محاولين تجسيد إرادتهم وسلاحهم العلم والمعرفة لرفع راية الجزائر عاليا. ومع الثورة العلمية والمجتمع المعلوماتي وكذا الرقمنة، الطالب الجزائري ليس بعيدا عن كل هذا، واندمج مع كل التطورات الحاصلة، وخاصة بعد القرارات الأخيرة التي تبنتها الدولة الجزائرية من دعم الطالب الجزائري الذي أصبح يؤسس مشروعه العملي بذاته انطلاقا من أبحاث علمية واعدة، وجسد ثورته بالقلم والعلم والمعرفة. من أهم ما جاء في بيان أول نوفمبر تسخر كل إمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الثورة التحريرية، وهذا في إطار تعبئة الجماهير. ومن بين تعبئة الجماهير أن في بعد مؤتمر صمام أنشئت عدة نقابات عمالية، ومن بين نقابات وتنظيمات ومن بينها اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين، وكان على عاتق ذلك أن سلم المشعل للطلبة، وهؤلاء الطلبة استلموا المشعل بكل قوة. الرسالة التي نوجهها إلى طلبة اليوم أنهم يكونوا خير خلفين لأحسن سلف، وأن يواصلوا حمل المشعل أو الرسالة التي كان يحملها الطالب الجزائري ابن الثورة التحريرية، ثم الطالب الجزائري في سنوات الاستقلال الأولى في المهام والبناء، أن يسيروا على نهجهم وأن يقتفوا أثرهم وأن يكونوا مثلهم، يمثلون الوطنية الجزائرية في أبعادها التاريخية الحقيقية. أنا شخصيا في كطالبة وفي زمننا هذا راح نحارب بالقلم، بما أنه كاين غزو ثقافي كما رانا نشوفه، الحرب تاعنا راح تكون أن نتمسكوا في تاعنا المواقف وتاعنا لي برينسيب. ونحن اليوم كطلبة الجزائر نحن نحارب بالقلم، يعني نساهم في تطور هذا البلاد بالعلم ونشأة الأجيال الصاعدة. وفي عام الذكاء الاصطناعي والمنافسة النوعية داخل الوطن وخارجه، سعى طالب اليوم أن يتمكن من لغة العصر، وكذا يستخدم تطبيقات تكنولوجية في مشاريعه الناشئة. طالب اليوم مقاول الغد، هو شعار الطالب الجزائري اليوم يقضي بإنشاء مؤسسته الناشئة انطلاقا من الجامعة نحو سوق العمل. هذا ما يسهم في بناء دولة جزائرية حديثة قائمة على اقتصاد المعرفة وبناء مستقبله الواعد، قائم على آليات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بمستوى التعليم في الجامعة الجزائرية.